حرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على زيارة مجلس النواب تعبيرا عن التقدير لإقرار مجلس النواب لبرنامج عمل الحكومة. وقال سموه للنواب: إن إقراركم لبرنامج عمل الحكومة ثقة شعبية وبرلمانية نعتز بها، وسبقتها ثقة ملكية سامية غالية نفخر بها، لتكون بذلك هذه الحكومة حكومة الشعب وممثلة للإرادة الشعبية، وهو ما يزيدنا إصرارا على بذل المزيد من الجهد والعطاء لنكون دائما عند ثقة ملكنا وشعبنا. لذا جئتكم شاكرا لتوجهاتكم لخدمة الوطن ومقدرا الأجواء الحضارية والديمقراطية التي تميزت بها مناقشاتكم لبرنامج عمل الحكومة، وما أظهرته من تلاق للأهداف والرؤى الحكومية البرلمانية من أجل مصلحة الوطن وازدهار شعبه. وأكد سموه في ذات الوقت أن حكومة الإرادة الشعبية ستعمل على تنفيذ ما جاء في برنامجها، لأنه أمانة أمام الله والملك والشعب، وأن أفق طموحها لن يحصره برنامج بل سيتعدى ذلك في ظل ما يتوافر من إمكانات لتحقيق المزيد لهذا الشعب العزيز. فعمل الحكومة ليس محدودا ببرنامج العمل فقط، فخدمة البحرين وشعبها ليس لها حدود. ولفت سموه إلى أن ما تملكه البحرين اليوم من أدوات ومؤسسات دستورية هي نتاج رؤية ثاقبة لملك حكيم وفقه الله سبحانه وتعالى في تبني نهج ديمقراطي وتنظيم مؤسساتي حاز على موافقة الشعب وإعجاب العالم. ويجب أن نعمل سويا للحفاظ على هذه الإنجازات ونعزز من مكتسباتها. وخلال الزيارة التي التقى سموه فيها بمعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ونواب الرئيس وأعضاء مجلس النواب، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أننا اليوم أمام مرحلة هامة من العمل الوطني بعد الموافقة على برنامج عمل الحكومة في يوم سيظل ماثلا في الذاكرة الوطنية، وهذه المرحلة تتطلب تعاونا أوثق بين حكومة الشعب ومجلس الشعب لتحويل ما جاء في برنامج عمل الحكومة إلى إنجازات لهذا الشعب. لافتا سموه إلى أنه لا حجاب ولا ستارة يحول يوما دون تعاون السلطتين الوثيقة، فعزم كليهما لهذا التعاون أكبر من التحديات. ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن تكون مملكة البحرين الهدف الأسمى للجميع، وأن تتضافر الجهود لإنجاح التوجهات الحكومية النيابية المشتركة لرفعة هذا الوطن وتنمية شعبه. لافتا سموه إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالمحطات المضيئة في ظل المعطيات التي تؤكد على رغبة الجميع في التعاون البناء الذي يعظم الإنجازات الوطنية. وحث سموه على التركيز في هذه المرحلة على تعزيز الأمن والاستقرار، وأن يكون ذلك أولوية لدى السلطتين لضمان أن تتوافر للتنمية والبرامج الحكومية الأجواء التي تسهم في إنجازها وإنجاحها، داعيا سموه إلى تعاون الجميع وتكاتف الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة له صحيا وإسكانيا وتعليميا وفي المجالات الأخرى الحيوية والأساسية. وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن ما جرى من توافقات نيابية حكومية يؤكد أن البحرين بخير وماضية إلى الأمام بقوة في مسيرة النهضة وبمشاركة جميع أبنائها، وأن حجم المنجز الوطني سيتضاعف خلال المرحلة المقبلة بمشيئة الله بفضل وتيرة التعاون والتنسيق المتميز بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه خير الوطن ونماؤه. من جانبه ألقى معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب كلمة أعرب فيها باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب عن ترحيبه بصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تشريفه بزيارة مجلس النواب وتواصل سموه المستمر مع أعضاء المجلس، والذي يؤكد حرص سموه على تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية خدمة للوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وقال الملا أننا على ثقة بأن كل التوافقات التي توصلت إليها الحكومة والنواب ستظهر على أرض الواقع بعد توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للمسؤولين والوزارات للتنفيذ. وهنأ الملا الحكومة الموقرة وشعب مملكة البحرين على موافقة مجلس النواب على برنامج عمل الحكومة تفعيلا للمادة 46 من الدستور، واصفا إياه باليوم الوطني والتاريخي، ومؤكدا أن البرنامج أصبح اليوم هو برنامج مملكة البحرين للسنوات القادمة إثر مشاورات متواصلة واجتماعات مثمرة وتجربة رائدة خاضها الجميع بإرادة وطنية وعزم قوي وهدف مشترك، فكانت التجربة الأولى الناجحة التي ستؤسس لأعراف وطنية وديمقراطية تسير بخطى ثابتة من أجل مستقبل البحرين. وأكد الملا أن برنامج عمل الحكومة يعد برنامجا طموحا معربا عن ثقته في أن توجيهات سمو رئيس الوزراء السديدة للوزراء ستعمل على ترجمته إلى موضع التنفيذ، وأن أولويات النواب في الملف الإسكاني والخدماتي والمعيشي وغيرها هي بالطبع أولويات لدى الحكومة الموقرة، لأننا جميعا نضع المواطن البحريني في سلم أولويات عملنا المشترك. وشدد الملا على مواصلة مجلس النواب التعاون المشترك مع الحكومة الموقرة للقيام بدوره الرقابي والتشريعي من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب. ما يتطلب علينا منا الواجب لخدمة هذا المواطن وهذا الوطن بقيادة جلالة الملك الله يسلمه، وكلنا نعمل بتوجيهاته، واحنا ان شاء الله كلنا الثقة فيما بيننا كبيرة ولله الحمد، والتعاون اكبر، ونطلب من الله ان الله يوفقنا في تنظيم امورنا تمشات أمورنا لخدمة وطننا سلامته أمنه واستقراره تطور معيشة المواطن. إن شاء الله سوف نعمل إن شاء الله على كل ما في مصلحة المواطن والوطن في كل الأمور. كلهم شباب وشباب متحمس، وأشوف فيه يعني الحقيقة خدمة للوطن ومساعدة لكل الأمور اللي من شأنها فائدة البلد والمواطن.
وبعد الزيارة أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب والسادة الوزراء والنواب أن زيارة سمو رئيس الوزراء جاءت تعزيزا للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أنها تؤسس لمرحلة جديدة من عمر التجربة البرلمانية في مملكة البحرين. زيارة صاحب السمو اليوم حقيقة تعبر عن حرص سموه على دائما وأبدا على مجد التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. طبعا مثل ما تعرفين أن اللجنة البرلمانية واللجنة الحكومية أخذت وقت طويل جدا في مناقشة هذه البرنامج الذي احنا نعتبره تجربة جديدة، واحنا الحمد لله أسسنا اليوم عرف برلماني ديمقراطي جديد، مو بس لنا احنا، لا حق الأجيال إن شاء الله اللي يعني بتكون يعني البرامونات الأخرى. يوم أمس كان يوم تاريخي بالنسبة لمملكة البحرين من خلال إقرار برنامج عمل الحكومة من قبل النواب، وهذا يعطي مؤشر واضح بأن البحرين لديها نموذج اليوم مطبق على أرض الواقع، نموذج ديمقراطي متقدم في تفعيل الإرادة الشعبية في إقرار برنامج عمل الحكومة. تواجد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اليوم أيضا يعطي رسالة قوية وواضحة بأن البحرين تمضي قدما في المسيرة الديمقراطية السياسية تحت قيادة جلالة الملك المفدى من خلال مبدأ مبني على التوافق والتعاون ما بين مختلف السلطات. تشرف المجلس بزيارة صاحب السمو، وهذا يعني يؤكد فعلا التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويؤسس إلى مرحلة جديدة. أتصور بأن هذه الزيارة مع بدايات عمل المجلس وهذه التجربة الجديدة التي خاضها المجلس في برنامج عمل الحكومة ستؤسس إلى زيارات إن شاء الله لاحقة من قبل أيضا أصحاب السعادة الوزراء، وذلك للتوافق على معظم المشاريع. وقفة نثمنها، هذا شيء إيجابي طبعا، نلمس من خلاله الدعم المعنوي ونلمس من خلاله الدافعية من أجل الإنتاج والبذل والعطاء للمواطنين إن شاء الله، ونحاول أن احنا نحصل على أكبر مكتسبات للمواطنين. نعتبر هذه الزيارة في الحقيقة هي مواصلة في مد اليد من قبل رئيس السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، وهذا مشجع، وهذه روح جديدة تنطلق في مملكتنا من أجل الإنجاز والتنمية التي تنعكس لصالح المواطن. صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان دائما في توجيهاته وفي نصائحه أن نكون يعني نقوم بالعمل المنظم الجاد اللي يكون في صالح الوطن والمواطن. نعتبرها اليوم زيارة تاريخية بعد إقرار برنامج عمل الحكومة. طبعا شكر جميع النواب على التعاون، وإحنا شكرنا في نفس الوقت على تعاون الحكومة مع المجلس النيابي، وإن شاء الله بيكون في تحقيق حق المطالب، وهذه ما يعني جميع النواب مأملين أن يحصلونه. بمناسبة